السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم الهامش نال جيسبر. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وفي تمام. عن جميع السيدات، عن جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي هي أكيد أكيد الهامش نال. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بالشعر تحديدا، لترطيب وتطويل الشعر وعلاج التساقط وعلاج جميع المشاكل الموجودة في الشعر ديال كل سيدة وكل فتاة. نتمنى وصفة اليوم تنال الرضا ديالكم وتنال الإعجاب ديالكم، وانا متاكده 1000000% غتعجبكم. فنتمنى يا رب انكم تجربوها في القريب العاجل وتشاركوها مع ناس واحد اخرين، اي تبارطاجيو الفيديو مع صديقات حبيبات ديالكم في واتساب ليكو فيسبوك، باش هكذا تعم هذه الوصفه للجميع. وصفه رائعه رائعه جدا، وتكون بالمكون السحري اللي هو حبيبات او حبات من الفول اليابس. هذا الفول هذا كما كنعرفوه كنستخدموه في عده اشياء، يعني كنستخدموه في الوصفات ديالنا، يعني رائع جدا. اليوم غادي نحتاجوا هذا الفول اليابس بخصوص الشعر، عنده علاج فعال وعنده علاج قوي بخصوص علاج التساقط وعلاج المشاكل ديال الشعر بالكامل. واليوم وصفة اليوم كتعالج يعني الشيب، كتعالج التساقط، كتعالج الفراغات، كتعالج يعني جميع المشاكل والعيوب الموجودين في الشعر. وايضا وصفه بدون غسل، يعني غادي نعملها لكم بدون غسل، ونعطيكم حتى الا بغيتوا تغسلوا الشعر ديالكم بعد هذه الوصفه هذه، ولا بعد تطبيق هذه الوصفه، يعني في كلتا الحالتين، الناس اللي كيبغيو يعملوا الوصفات وكيغسلوا الشعر ديالهم مباشره، والناس اللي ما كيبغيوش هكذا يبقاو يغسلوا الشعر ديالهم كل ساعه. فوصفه اليوم فيها جوج ديال الاشياء ايجابيه مع الناس اللي كيبغيو يغسلوا الشعر ديالهم، ومع الناس اللي ما كيبغيوش يغسلوا الشعر ديالهم من بعد مده، ماشي كل ساعه. اكيد الشعر اللي غسلناه كل ساعه فهو كيتضرر في حد ذاته، خصوصا الا كان هو ديجا متضرر. فقبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفه، نبغي نرحب بكم حبيباتي الغزالات على قلبي. الا كنتوا اول مره كتشاهدونا فنقول لكم مرحبا بكم في العائله ديالكم. ما تنساوش تنضموا لينا بالضغط على زر الاشتراك، وايضا تفعيلكم زر الجرس، تخليوا لنا الاراء والتعليقات والاقتراحات والاستفسارات والاسئله ديالكم كل ما كيتعلق بكم في كومونتير. وايضا خليو لنا حتى الوصفات ديالكم الطبيعيه اللي كتستخدموها نتومايا. وهذا المكون اللي هو الفول اليابس عندنا حنايا، فقولوا لنا الاسم ديالو، شنو عندكم الاسم ديال هذا المكون العجيب وهذه الحبات العجيبه الغريبه بخصوص الفوائد ديالها والمزايا ديالها التي لا تعد ولا تحصى. في التعليقات كتبوا لنا الاسم ديال هذا المكون في الدول العربيه عندكم، اولا فين يعني نتوما موجودين حاليا، فكتبوا لنا الاسم ديالو في التعليقات. انا غنتظر تعليقاتكم الرائعه والجميله حبيباتي، وما تنسونيش باللايك كما قلت لكم، وتبارطاجيو الفيديو، وبسم الله على بركه الله غنبداو في المكونات وطريقه التحضير. فاول مكون غنحتاجو حبات من الفول اليابس اللي كيجي بهذا الشكل هذا. ثاني مكون سنحتاج إليه هو الزعتر، الزعتر المجفف. سنحتاج أيضا إلى حبة البركة ولا الحبة السوداء. فوصفة اليوم كتعالج حتى الشيب، سواء المبكر أو الشيب اللي كيكون قديم في الشعر. وصفة هائلة رائعة تحفة كما تنقولوا بخصوص علاج جميع المشاكل الموجودة في الشعر. فنتمنى هذا الفيديو تبارطاجا وصل بزاف ديال الناس باش يستافدوا منه إن شاء الله. غادي نحتاج أيضا إلى أوراق الريحان، وغادي نحتاج إلى المارمية أو السالمية، وغادي نحتاجو كوب من الماء المغلى تماما، يكون ماء مغلى. وخاص منين نستخدمو هاد الوصفة داك الماء يكون يلاه غليتوه، ماشي تخليوه يبرد عاد من بعد تبداو تجيبو في المكونات. هادي مسألة خاطئة وكنبغي ننبه ليها، ضروري ما تكونو المكونات حاطينهم والماء مغلى، يعني في ديك الساعة تصاوبو لا غوسيت ديالكم، أولا ممكن تضيفو كل هاد العناصر في كاسرول أولا في أي شيء كي ممكن ترفعو فوق النار، وتضيفو له الماء البارد تغليو الكل الكل، ومن بعد طبقوا الوصفة ديالكم، تخليو حتى تبرد وتطبقوها. غنشرح لكم التفاصيل أكثر في نهاية ديال الفيديو أكيد بخصوص تطبيق الوصفة، لأنه يعني بزاف ديال السيدات، بزاف ديال الأمهات، بزاف ديال الحبيبات كيتسائلوا في التعاليق. هاد الوصفة صالحة حتى للبنيات، يعني البنيات ديالكم اللي عندهم مشاكل في الشعر ديالهم، فصالحه لهم ايضا هذه الوصفه هذه. فدابا غادي ندوزو لطريقه التحضير باش ما نطولش عليكم كثر. غنحتاجو حتى واحد البخاخ او الرشاش بهذا الشكل هذا، هذا لقيتو صراحه في المحلات التجاريه الكبرى، ممكن تلقاوه يعني ممكن تلقاوه عند الناس المختصين في بيع البلاستيك، كيبيعوه يعني بثمن صراحه جد مناسب.
وايضا غتلقاو في المحلات التجاريه سواء الكبرى او الصغرى، يعني فين ما مشيتو غتلقاو حتى عند الناس المختصين في بيع مواد التجميل راهم كيبيعوا بحال هذا الشكل هذا. فدابا غادي ندوزو باش نتعرفوا على طريقه تحضير الوصفه. فبسم الله، كتحاولوا تخلطوا الكل مزيان. وكتخليو كل هاد المكونات يتفاعلوا مع بعضهم البعض لمدة ديال ساعة على الأقل. كما كتلاحظوا كيبدأ التفاعل ديال هاد العناصر. وكاينه طريقه اخرى اللي قلتها لكم شفويا، اللي هي انكم تاخذوا كل هذه المكونات وتوضعوهم في كاسرول وتضيفوا ماء بارد وتخليوا كل المكونات، ومن بعد تصفيوا الكل وتوضعوه في بخاخ او لفرشاش. حتى هذه طريقه مزيانه. كاينين جوج ديال الطرق، الطريقه الاسهل والانسب لكم فهي اللي تعتمدوا عليها كاساس، يعني لاستخدامكم لهذه الوصفه السحريه بهاد الحبات ديال الفول، يعني الرائعة جدا. فبعد ما كتصبح الوصفة بهذا الشكل هذا، هانتوما راه بدا اللون ديال الماء كيتغير، مبقاش صافي، هانتوما لاحظوا. فكتخليوها كما قلت لكم واحد نصف ساعه ولا ساعه، من بعد كتاخذوا هذا البخاخ هذا كتوضعوا الوصفه في هذا البخاخ هذا وكتبداو ترشوا على الشعر ديالكم. دابا غادي ندوز باش نشرح لكم الطريقه ديال الناس اللي باغيين يغسلوا الشعر ديالهم بعد ما يطبقوا هذه الوصفه، والناس اللي باغيين ما يغسلوا الشعر ديالهم نهائيا. فبعد ما كتطبقوا هاد المحلول على في هاد البخاخ هذا، كتاخذوا الشعر كتقسموه الى نصفين. نهضروا على الناس اللي باغين ما يغسلوا الشعر ديالهم، فكتوضعوا هاد البخاخ كترشوه غير على المقدمه ديال الشعر، ما كترشوش على الشعر كامل، يعني الشعر من الاسفل للاعلى لا، كتعتمدوا غير على المقدمه فقط. الناس اللي باغين يغسلوا الشعر ديالهم بعد ما يطبقوا هاد لاغوسيت هادي، فكي عملوا هاد المحلول هذا كيرشوه على المقدمه وعلى الشعر بالكامل، يعني من الاسفل الى الاعلى كيرشوا الشعر ديالهم كامل. بعد كي حاولوا يجمعوه على شكل كعكه، ومن بعد كيخليوه واحد نصف ساعه وكيغسلوا الشعر ديالهم. يعني حاولت نشرح لكم جوج ديال الطرق باش هكذا تفهموا الناس. واكيد لثالث مره او ثاني مره الناس اللي ما باغينش يغسلوا الشعر ديالهم بعد ما يطبقوا هذه الوصفه ولا هذا المحلول اللي كيعالج بزاف ديال المشاكل ديال الشعر، خاصهم يعملوه غير على المقدمه فقط، يكتفيوا غير بالمقدمه وما يعملوش كميه كبيره بزاف، يحاولوا يعملوا كميه اللي غتكفيهم واللي تكون لحد القد ما تفزكش ليهم الشعر ديالهم، ويكتفيوا غير بالمقدمه ديال الشعر وهادشي اللي كاين. يعني هذه طريقه مزيانه، وحتى الطريقه الثانيه حتى هي مزيانه الناس اللي باغيين يغسلوا الشعر ديالهم، ولكن حاولت انني نذكر لكم جوج ديال الطرق باش ان شاء الله تستافدوا. وهانتوما لاحظوا معايا اللون ديال الوصفه كيبدا يتغير تدريجيا. وصفة رائعة 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 جدا بخصوص علاج جميع المشاكل، وطبيعية بدون مواد يعني اللي تقدر تسبب لكم ضرر او مشاكل. نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس مهتمين بالامر، وانتم اللي كتفرجوا فيا الان جربوا لاغوسيت وتكتبوا لنا في التعليق كيفاش جاتكم، وتقول لنا شنو كتستخدموا انتم شخصيا لعلاج التساقط وعلاج الفراغات وعلاج الشيب وعلاج الجفاف ديال الشعر وعلاج هذه المشاكل كاملة في التعليق. ونشكركم، وما تنسوش تنضموا لنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيلكم زر الجرس، وبوسة كبيرة لكم، ما تنسوناش باللايك والبارتاج الفيديو. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.